جوزي اعتقد البنزين، كيف وضع الشكل الجوزي؟ وضع عن طريق العالم اللي وضع شكل الجزيء، رأى رؤية في المنام، يعني ليس منهجا علميا، ولم يراه تحت المجهر، ولم يمارس أي ممارسة عقلانية على الإطلاق. ولذلك يعتبر هذا المثال اللي هو رؤية شكل الجزيء من خلال المنام، وقام من نوم الرجال ووضع شكل الجزيء بناء على الإلهام الذي حصل عليه في الحلم أثناء النوم. فعندما تأتي تقول كيف يمكن أن نعتبر هذا منهجا علميا؟ هذا مثال صارخ على أنه مكونات ذاتية وشخصية كثيرة تدخل في ممارسة العلم الطبيعي. وإذا كان بعضكم قد قرأ كتابي الثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان، ذكرت نصين لعلماء يعني بارزين يشتغلون في العلم الطبيعي، ينفون تماما وجود أي شيء اسمه المنهج العلمي. ولعلكم لا يفوتكم أن شو اسمه فيرابانت، معروف بأطروحاته في هذا المجال، وعنوان كتابه ذو دلالة خاصة وسافرة في هذا الصدد اللي هو ضد المنهج. نستطيع أن نعتبر كل هذه الأشياء عبارة عن إفرازات لإحباطات، إن العالم في الشغالين في العلم الطبيعي ما هم قادرين يضعون أيديهم على إطار محدد وواضح لما ينبغي أن يشتغل فيه العلم الطبيعي. وكل ما حاولوا تأطيره، كل ما جاءت الممارسة وكذبت النطاق الذي يحاولون أن يؤطروه للعلم الطبيعي. فلذلك نستطيع أن نقول أنه العلم الطبيعي ليس إلا محاولة لإبقاء مطلق العلم في مجال محدد، محاولة لإبقاء مطلق العلم في مجال محدد، وضبطه بطريقة تحاول أن تكون مثمرة في مجال محدد، وهو مجال العالم المادي القريب المشهود الملموس المحسوس.